رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهابي. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير، صحة فطوركم. نتمنى يلحقكم هذا الفيديو ويلقاكم كامل بصحة جيدة. اليوم نحضروا وصفة تاع مملحات. باش نحضروا هذا الوصفة، عندي في إناء هذا درت كاس تاع الحليب دافي، زدت مغرفة خميرة، مغرفة سكر، وخلطهم مليح هكذا باش هذيك الخميرة تتفاعل شوية. زدت لهم بياض وبيضة، ان بلون دوف، زدت خلطت وضربت مليح هذيك الحبة تاع البيض. زدت لهم غرفة صغيرة تاع ملح. دوكا زدت لهم هذا واسمو اوراق تاع البسباس، هذاك الشبت، تقدروا تعوضوهم بالمعدنوس، قطعوه رقيق هكذا يعطي شغل تيبان مشتي في هذيك العجينة. واللي ما عندوش معليش ما يديرش. ودركا نزيدوا الفارينة حتى وين تتلايم العجينة هذيك. فوالا نعجن هذيك العجينة، ومن بعد زدت لها ابوبخي واحد 3 مغارف تاع زيت الزيتون. واللي ما عندوش ولا ما يحب زيت الزيتون يعوضها بالزيت اللي نطيبوا بها نورمال. فوالا شوفوا العجينة كيش تخرج، ونديرها تخمر. من بعد ما خمرت وجدت لا فاخس، كنت غليت البطاطا، دوكا نهرسها بهذه الآلة هذه ولا بالفرشيطة ولا باش موالفين ديروها. ومن بعد زدت لها البصل، هذو البصل الخضر، واللي ما عندوش يدير البصل الاخر نورمال. زدت لها كميه تاع المعدنوس، زدت لها الزيتون، هذا الزيتون الاسود، قطعوه رقيق هذاك الزيتون، نحيولو كامل العظم. ومن بعد زدت له هذه بواطه تاع الطون، زدت له فرماج، والفرماج هذا ديروا اي نوعيه تحبوها، اللي كاين ديروه. من بعد نخلطوا مليح باش يتخلطوا كامل هذوك المكونات. نديروا العجينه تاعنا، ندير لها شويه فرينه ونديروها بالرولو هكذا، ونقطعوها دي كاري. وندير كامل لافارس فيها، ونشد الحبه ونثلثها باش ندير هذا الشكل كي حبه تاع صمصام. شوفوا كيفاه هكذا، نوري لكم بتصوير البطيء هنا باش تشوفوا مليح. انا هكذا الحبه تجي. بعد ما كملت كامل حبه توعي درتهم في سنيوه، هذاك الصفر تاع ديك البيضه زدت له شويه حليب، ودركا نديرو كامل من الفوق. وهذه الوصفه يعني تجي هايله، تصلح للشربه، وما تستعملوها كل خبز تاكلوا بها واش تحبوا. بعد انا زدت لها شويه تاع جنجلان من الفوق، هذه اضافه اللي يحب يدير، واللي يحب يعوضوا بحاجه واحده اخرى يعوضوا. هاي الوصفه تاعنا، وان شاء الله تكون عجبتكم، والى الملتقى، والسلام عليكم ورحمه.